نحن الآن في اليوم الثالث من احتفالات بمهرجان زقوطة في دورته 21. هذا اليوم هو يوم عرس التبوريضة والفروسية بمنطقة زقوطة. الحفل الافتتاح سيكون اليوم وسيحضر عامل صاحب جلالة إقليم سيدي قاسم، سترافقه مجموعة من الفرق الفولكلورية والفنانة ساعدة شرف ومجموعة عبيدة الربا بخريبكة. إذا هو يوم احتفالي بالفرس، يوم احتفالي بالتبوريضة. تشفيقات الجمهور الكريم قد معكم. قام عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي قاسم بالافتتاح الرسمي لفعاليات مهرجان زقوطة في نسخته 21. حضرت هذا الحفل العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، حيث تخلل هذا العرس فقرات فنية من تقديم فرق من مختلف بقاع المغرب، كما أتحفت الفنانة سعيدة شرف الحاضرين بأغاني وطنية صحراوية متميزة. وكانت العلامة المميزة لهذا الحفل الحضور الجماهيري المنقطع النظير. سيد عبد النبي سليقان رئيس الجماعة الترابية لزقوطة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم السيد العامل المحترم. أسرة عن نفسي ونيابة عن سكان جماعة زقوطة أشعر بفخر كبير وأشعر باعتزاز أحتفل جميعا بمعيتكم بالنسخة 21 من مهرجان زقوطة. إن ساكنة زقوطة تشعر بفخر كبير وتلتمس منكم ومن خلالكم أن ترفعوا لصاحب الجلالة الملك المفتى محمد السادس آيات الولاء والإخلاص والمحبة داعين له بالصحة والشفاء. جماعة زقوطة من خلال هذا المهرجان تود أن تثير انتباهكم أننا قادمون بخطة واضحة للنهوض بهذه المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، فنود أن نشكركم على مساندتكم ونود أن نثير انتباه أن دعمكم يتحقق على أرض الواقع، فشكرا لكم على مجهوداتكم وشكرا لجميع المرافق الإدارية والمصالح الإدارية التي لا تدخر جهدا لتحقيق المنتقى، فشكرا جزيلا وأتمنى منكم التوفيق وإلى اللقاء في النسخة 22 إن شاء الله.
وطلع لي كنقدم محمد الزين. تبارك الله عليك القدم.